إبراهيم أبو المؤمنين، وإن لم يكن أتباعه من نسبه فهو أبوهم بالروح والقلب، لأن ميلاد قلوبهم كان بدعوة إبراهيم. وقوله ومن عصاني تشمل من عصى الله عز وجل بما دون الشرك فإبراهيم يستغفر له، أما من مات على الشرك فإن إبراهيم عليه السلام يتبرأ منه كما تبرأ من أبيه آزر. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وماذا عن قصة لوط مع المفسدين من قومه؟ ماذا حدث يا مولاتي بين لوط والملك؟ أعطاه الملك موثقاً وأماناً أن يعيش آماناً في دعوته، لا يمسه أحد بسوء. يا له من رجل عنيد، هذا الزوج الذي لا تقف أمامه الدنيا في دعوته لدينه ودين عمه إبراهيم. لوط الذي قهرني وبدل دين الناس، لوط الذي يدعو للفضيلة والإيمان ليعكر صفو الناس. حاول لوط هداية قومه لكنهم أبوا، فقوم سدوم مصرون على الهلاك بالمعاصي والذنوب. وكان دعاء إبراهيم له: اللهم نجي لوطا وأهله مما يعملون. حتى وقع قوم سدوم في مأزق كبير فاستعانوا بلوط. ترى لماذا بعث الملك بارع ملك سدوم لزوجك يا سيدتي؟ كل الملوك قد تجمعوا عند بارع ملك سدوم، لا أدري لماذا. أتحبين لوطا يا سيدتي؟ بل أحب آلهتي وحياتي ولذتي ومتعتي. أما لوط فهو بعيد كل البعد عني، فليذهب حيث شاء وليفعل ما شاء.